جاو البارح ودخلوا للدوار، يعني مشاو للديور ديال الناس وضربوا لهم بيبان وضربوهم هما وهزوا لهم ماطر من قدام بيبان ديالهم وهرسوا لهم كرارس، وكاينين عندهم تبن يعني تبن ماس بين وبال كرسوا لهم وضربوهم باللوندروفيرات وهازي البواد ديال ليسانس، وكانوا غادي يبداو يحرقوا ولكن ما حرقوا في هذيك اللحظه. وفي الاخير يعني اليوم جاوا ودخلوا عاوتاني للدوار وكرسوا الناس وشدوا لهم مواطر تراكتورات كانوا كيحرسوا شدوهم لهم هرسوا لهم داو لهم باتريات شرقوا لهم الروايد كبار رويد صغار، والدراري راه كاين اللي راه داخل دابا كوما وكاين اللي مهرس وكاين اللي مضروب بالجنوي كاين اللي مضروب بسيف، وراحنا ما شاء الله وصافي هادشي اللي كاين. وبالنسبه لرساله المسؤولين يديروا شي حل، هادشي اللي كنطلب من الناس المسؤولين، يعني الناس المسؤولين راه هما يا مسرى مضربوا راه ضرب يعني واعد يعني راه رئيس ديال الاداره ديال الجندارم ديال الدرك الملكي تا هو راه ضرب تا هو البارح وراه شاف داكشي بعينه تا هو، وهادشي اللي كنقول انا. اولا كنوجه التحيه لهاد القناه اللي بصح خدامه انا في مدينه اسي، تحيه لك تاخويا يونس. فاحنا اليوم كنفيقوا على واحد الواقع اللي هو صعيب، ان الانسان كيتوشى في محاله من طرف سراح الرحل بهذا المعنى. الناس كيظاهروا بان القوه في يدهم وكيتظاهروا وكيقول لك بانكم انتم كتقولوا الصحراء ديالنا حتى حنا هذا الشيء ديالنا، وكيتظاهروا على انهم عندهم ترخيص باش انهم يطلقوا القرطاس. فهاد الشيء الا كان بصح فهاد الشيء راه ما تيبشرش بالخير. حاملين الاسلحه ما نقدرش نقول لك بالضبط، ولكن داك الشيء اللي كاين تيبشر بانهم بصح تيملكوا الاسلحه، لانهم بصح هاد الالفاظ هما تلفظوا بها وقال لك باننا حنا كنملكوا الاسلحه وقادرين اننا نطلقوا القرطاس. فهاد الشيء ما تيبشرش بالخير. ساكن الناس كاين البارح، تخيل معايا انت اخويا يونس، الواحد يدخل لك لمحالك يتوشي لك ولادك، اش بقى عندك؟ كاينين جوج حوايج، كاين جوج حوايج، يا اما. المهم انا كنوجه رساله للمسؤولين والامن الخاص بانهم يعتقوا هاد القبيله هادو، لان هاد الناس راهم طغاو وطغاو بزاف، وهذا الشيء ماشي هي النهايه. مازال حيت الواحد الواحد كيف كيقولوا المثل العربي، الى بنادم يموت على ولادو ولا على بلادو. وخلاصه القول كنبغي نشكركم، وهذا الشيء اللي عندي ما بقى عندي ما نضيف، حيت هاد الشيء راه بصح ما تيبشرش بالخير. وحنا عندنا جوج دراري دابا واحد الحاله يرثى لها، حاله صعيبه. ما المخزن كاين ولكن ما كيتدخلش، ما فهمتش علاش. السؤال اللي كيطرح، علاش المخزن ما كيطبقش القانون؟ علاش كيطبق على الاساتذه وعلى الاطباء؟ علاش ديك القوه ما تجيش لهاد الناس؟ علاش حشومه هادشي؟ هاد الناس راه اليوم راه تيعانوا. الا كان ممكن تدور كاميرا دور عندهم عائلات دابا الفوق ميتين، شبه ميتين، ما نقولش ميتين ولكن شبه ميتين. سيدي شكرا. بالنسبه للسلاح البارح نيت جبت السلاح وبدا كيضرب به. كيدير هذا السلاح؟ هذا كيدير السلاح عنده خماسيه. عنده خماسيه. ضرب بها. واش كان باغي يخلع بها ولا كان باغي يضرب بها ولا كان المهم ما مسش شي واحد، المهم ضرب بها. انا شفتو بعين. شكرا. هادشي اللي كاين. اسمح لي تفضل. حطوا البال للناس كيولي تما غاديين بحالاتهم باش يرجعوا لبلادهم، برانيين همايا، شدوهم فرشخوهم خلاوش فيهم ما يصلح. جاو الطبيب داوا روسهم، خسروا فلوسهم باش داوا، من داوا شهاده طبيه للجندارم، الجندارم دخلهم سدوا عليهم قالوا لهم تيجوا لجودات. هذا راه ما تصورش على البال، وقت يكون ناس براني دايز ياكل العصا راه حشومه. راه ما تقدر تقول لي امي ولا ابي دايز من تما يقدر ياكل العصا، لا حرج عليه ما دا حتى شي حاجه كلا العصا. زين هادشي ولا كيشكل لكم نتوما خطر؟ بزاف. فليحتي كتشكل خاطر، انا فليحتي دابا مشكله ليا خاطر، ما على الحساب ما غنبقاش نقدر نطلع فليحتي، على الحساب انا ندوز بطوموبيلتي يقدروا يقتلوني ما كاينش شكون اللي يجيب الخبر. هذا هو على الحساب شكون اللي تا المجتمع ديال لا بوليس لا جندارم ما بقاش كيحمونا نهائيا، بلادنا شكون اللي كنخسروا عليها الزبابل ديال الفلوس. انا ثلاثه الكتارات ديال الشمنطر زارعهم دابا قريبا غنكون خاسر عليهم واحد 7 مليون هي قريبا، وتسرحوا لي يتكلوا لي وهاد المخزن اش غيعطيني انايا؟ اش غيعطيني؟ اش غنوكل هاد الولاد ديالي؟ نوكلهم التراب يزرو لي انا من بلادي؟ هاد المخزن ما بغاش يفهم هادشي، ملي كتمشي للمخزن كتشكي ليه ما كيتسوقكش نهائيا، ما كيتسوقكش. شنو رسالتك للمسؤولين اليوم؟ ها؟ المسؤوليه ما كاين حتى حاجه، ما كاين حتى حاجه، ما بانت لي انا حتى حاجه، ما كاينت لي، ما بانت لي حتى حاجه.
الا كانوا هاد الناس الا كانوا هاد الناس هما اللي كيحكموا البلاد، حنا نخوا هاد البلاد، نخوها ما عندنا ما نديروا بها. الا كانوا هما هادوك المسؤولين مال الغنم اللي جايبوا الغلاك كذاك، حنا نخوها. حاشا كم واحد فيهم يامس قال لواحد، قال الجندرم قال ليه حط، قال لي نديروا ندير لك هذه باش هذه شنو هذه عند من المخزن. قال لي عاد كيتحداو هما كل شيء، كيتحداو كل شيء، كيتحداو كل شيء، كيتحداو كل شيء. ولكن المخزن كيبان لي ما كاينش المخزن، المخزن ما كاينش. باش نشير اخويا وننسى واحد لواحد النقطه، فاحنا كمغاربه عزيزه علينا الصحراء، والصحراء ديال المغرب ما ياخذها لي حتى شي واحد. ولكن عاد الصحراء غتجيب لينا احنا بحال هاد المشاكل من هاد المنبر ديالكم ومن هاد القناه الصغيره ديالكم، فاحنا ما عندنا ما نديروا بالصحراء، ما عندنا ما نديروا بالصحراء، حيت حنا الارض ديالنا راه كاين السيد اللي مشات ليه الفلاحه، السيد راه مشات ليه الفلاحه صاحبي. بعد ندير لكم الخضر بشي ارواح، واد شي ارواح، واد مشي ارواح اخويا، راه الشيء اللي شفنا اليوم راه لا اله. بوليزاريو، بوليزاريو، الناس مدربين، الناس دايرين، الناس دايرين طوموبيلات مدربين، كيعرفوا كيفاش يضاربوا، كيعرفوا كيفاش يشيروا، راه هاد الشيء راه ما كيبشرش بالخير. يعني نقدروا نقولوا هما دائبوا على هاد المسائل. المهم يعني يجي يا اما ياخذ داك المحصول ديالك يا اما يضربك، يا اما يضربك باش ما بغيتي. هو هاد الشيء راه ما تيبشرش بالخير. ومن هاد القناه ديالكم كنتمنى واحد التدخل، وتدخل سريع، حيت هاد الشيء ما غيوقفش هنا. القبيله كلات العصا والناس ضاعت لها فلاحه، وهاد الشيء راه ما محدودش هنا. غير باش نقول لكم على السلطات وعلى المسؤولين الكبار جهه اسي والعامل الاقليمي ورئيس الدائره انهم يتحركوا ويديروا خدمتهم ويراسلوا، ويراسلوا الجهات المعنيه والقوه تجي من الرباط باش يوقفوا هاد النزيف، ولا غطيح ارواح وارواح كثيره. والسلام عليكم. تفضل. الناس الصحراوي صافي تقاول على القبيله، جريو عليهم الفلاحه من الديور، هرسوا الشراجم، العيالات كيضربوا فيهم، كيسبوا في سيدنا الله ينصرو، كيقول لك صافي حنا ما كنعرفوا حتى حاجه، حنا ما كنعرفوا لا سيدنا ولا هذا، كيعيروا في المراه، كيديروا شي حوايج اللي خايبين، خرجوا لنا العيالات، خرجوا في هذا، الدراري عندنا راه مقتولين، خوت، شكون اللي غيصرف عليهم؟ واحد العشرة الناس دابا دخل تشوفهم مصيبه، انا ما قدرت نشوفهم، راه قدروا يعني محاش يعيشوا، شكون اللي غادي يصرف عليهم؟ عندهم ولاد صغار، عندهم هذه الفلاحه الكسيبه مشات، دابا حنا سادين على الكسيبه كلها مشات، الفلاحه ديالنا مشات، يعني الورقه كاين اللي عنده 20 مليون 10 مليون ديال الكسيبه ديال هذه، يعني مشات، يعني اصبح كلشي فقير دابا، من راسي انا وجبد دابا انا مريح دابا شنو غادي؟ خاص يكون شي حل، وزيده القضيه زيده وغتكبر. غتكون يعني ارواح ماشي غير روح ولا جوج، يعني غتكون ارواح كثيره. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.